السلام عليكم يا شباب، إن شاء الله ده كده هيبقى الريكوردنج الخاص بالسكشن الأولاني في مادة Fluid 2 SSD. بصوا يا شباب، إحنا كنا السنة اللي فاتت لما كنا بنتكلم في كورس Fluid 1، كان بيبقى سواء في أول محاضرة أو حتى في أول سكشن لما إحنا كنا نيجي نعرفها Fluid Mechanics، كنا بنقول إن إحنا Fluid Mechanics نقدر نقسمها لـ Fluid Statics، Fluid Dynamics، and Fluid Kinematics. اي نعم، كان بيبقى في جزء تاني خاص بالفلويد بروبرتيز، يعني ده كنا بنفهم يعني ايه فلويد وايه اللي هي الخواص الفلويد، يعني دي قصه تانيه خلاص احنا درسناها السنه اللي فاتت. بمنتهى الصراحه يا شباب ان احنا الاستاتكس اللي احنا كنا بندرسها، اللي هو كان اول جزء اللي هو الجزء بتاع المانوميترز او الجزء بتاع الهيدروستاتيك فورسز على كيرفد او فلات سبمرجد سيرفيس، الجزئيات دي كلها يعني كنا بمنتهى البساطه ان احنا بندرس الفلويد سواء ان هو ات ريست، او لو القانون العام ان احنا بندرسه عند ايه اكسلريشن، ان هي بتساوي كام، ان هي بتساوي زيرو، يعني عند كونستنت فيلوسيتي. يعني بعدين دخلنا في الجزء بتاع الفلويد داينامكس، ان احنا بلاش داينامكس، ان احنا بندرس الفلويد في حاله حركه، او ان احنا بنشوف ايه الفورس بسبب الحركه. لو شفتوا ان احنا كنا بندرسها دايما بعد الميد تيرم، ان احنا كنا بناخد الجزء اللي هو بتاع ايه برنولي ايكويشن وكونتينيتي ايكويشن، احنا بندرس في حاله الفلويد في حاله حركه بنشوف ايه هي تأثير الفورسز المختلفة على الايه؟ على الفلويد. الجزء الأولاني من جزء، يعني ممكن تقريبا، يعني ممكن هيبقى واخد أكتر من النص، تقريبا النص بتاع المنهج اللي داخل في الامتحان الميد ترم، اللي هو الجزء بتاع الفلويد كايناماتكس، اللي هو ده. طب ايه حضرتك، ايه بقى يا شباب هو تعريف الفلويد كايناماتكس؟ هو بمنتهى البساطة كده، لو أنا حبيت أجي أكتبها هنا كده، ان هو ده البرانش اوف فلويد ميكانكس، اللي هو بمنتهى البساطه ان انا بعمل ستادينج للفلويد فلو without ان انا بعمل ايه ستادينج الفورسز اللي هي الايه اللي هي كوزنج او كوزس. يعني انا بدرس الفلويد فلو من غير ما، بغض النظر عن الفورسز سواء اللي بتسبب او بتعاكس الايه او بتعاكس الحركه. يعني يا شباب بمنتهى البساطه كده، انا اللي بيهمني هنا كله ان انا بدرس حركه الفلويد، يعني انا كل اللي بيهمني الفيلوسيتي فيلد، الفيلوسيتي اند ايه كمان الاكسلريشن، او يعني زي ما شفته في المحاضره كده بس من غير ما اخش في تفاصيل، بس كهنت بسيط كده، ان احنا بمنتهى البساطه بيهمنا الايه، ان احنا هنعمل هنا لو فيجواليزيشن لما هنيجي نتكلم ان شاء الله في السكشن اللي جاي على الايه، لما نيجي نتكلم على الاستريم لاينز، او حتى زي ما خدتوها الاستريم لاينز، الباس لاينز، الستريك لاينز، التايم لاين، الحاجات دي كلها ان احنا بنعمل، او الكونتور بلوت والحاجات دي كلها ان احنا يهمنا ان احنا نعمل فلو ايه فيجواليزيشن. ماشي. استخدامات الشباب الفلويد كاينماتكس او اهميتها، يعني اكيد الدكتور اتكلم عليها في المحاضره، بس يعني انا ماليش ان انا اتكلم فيها، يعني ان ده ايه يعتبر الى حد ما جزء اصلا. ماشي. بس هو مين لي ان انت اي ابلكيشن هيهمك فيه ان انت تدرس حركه الفلو، او ان انت تشوف توزيع السرعه، او شكل الاكسلريشن في ريجون معين او في منطقه معينه من الفلو دومين بتاعك، ده كله في الاخر هيبقى ايه، هيبقى داخل في الفلويد ايه كاينماتكس. يعني سريعا كده، مثلا لو انا جيت قلت اكزامبل، مثلا لو انتوا تفتكروا زمان كنا بنلاقي ان العربيات كان بيبقى شكلها بيبقى عامل كده، سواء في الثلاثينات او في الاربعينات كده. فبالتالي نتيجه ان هو حركه الهواء مش انسيابيه، نتيجه الجسم ده عندي بلانت او بلاف، كان بيبقى بالتالي الدراج على الجسم ده، انا على حساب بلانت كده مثلا، كان الدراج ده كان بيبقى عالي على الجسم، مقاومه الهواء لحركه العربيه كانت بتبقى عاليه، نتيجه ان الجسم ما هوش، مش هقول مش منتظم، ان هو مش ستريم لايند، نوت بلانت او بلاف بادي. يعني على عكس مثلا دلوقتي انت بنلاقي مثلا ان انت عندي العربيات، هي ان حركه الهواء بتبقى انسيابيه عليها كده، مثلا العربيات اللي هي الفورمولا زي الفيراري والحاجات دي كلها، هو بيبقى بيحاول على قد ما يقدر ان هو يخلي الديزاين بتاع العربيه ان هو حركه الهواء تبقى انسيابيه عليها، بحيث ان هو يقلل الدراج، او ان هو يقدر يوصل لسرعات ايه، ده كابلكيشن على فلويد. يعني نعم، في استخدامات كتير فلويد كاينماتكس. ماشي، مش هخش تفاصيل كتير طبعا عشان بس ايه ما يبقاش هكون بعيد المحاضره، فايه نخش على الجزئيه بعديها، ودي اللي انتوا شفتوا عليها في السكاشن، كان طلب من باشمهندس خالد يعني ان هو يقول لكم الاكزامبل عليه. الحاجه الثانيه يا شباب اللي نتكلم عليها، ان احنا بيبقى عندنا
لما سواء في الفلويد ميكانكس او السوليد ميكانكس، احنا بيبقى عندنا تو ابروشز ان احنا ايه ندرس السيستم بتاعنا، حاجه اسمها لاجرانجيان ابروتش وحاجه اسمها ايه اوريجيريان ابروتش. لاجرانجيان ابروتش شباب، حتى الصوره دي انا ممكن واخدها لو حد بيبص على ريفرنس، يعني دي انا كنت واخدها من ريفرنس اسمه يونيس شنجل تمام، او شنجل يعني عشان بس تبقى ايه ابقى بس ايه الاسهل، يعني الاسم المنتشر اكتر يعني ماشي. ريفرنس شنجل ماشي ماشي. ان هو شباب اللاجرانجيان ده بيبقى عباره عن ايه في منتهى البساطه كده، ثانيه واحده كده، اللاجرانجيان يا شباب بمنتهى البساطه ان انا بعمل ايه، زي ان هو بمنتهى البساطه قبل بس ما اتكلم على الصوره، ان انا بعمل ان هو تريسنج الباث اوف الايه البارتكلز، ان انا بتبع مسار البارتكلز او الاليمنتس او اللي هو ايه، يعني على سبيل المثال لو افترضت ان انا عندي فلويد اليمنت بالشكل ده، انا يهمني ان انا اتتبع المسار بتاعه، اشوف ايه اتجاه الحركه بتاعته بتبقى ايه عامله ازاي. ده طبعا بمعلوميه الايه، ده طبعا بمعلوميه لو انا عارف الانيشال بوزيشن ايه، ان انا اعمل تراك المسار بتاعه. طيب مثال على كده يا شباب، اللي هو زي مثلا ان هو كور البلياردو مثلا، ان هو حتى مثال زي ده مثلا، يعني حتى هو كان موجود في الريفرنس بتاع تاينس شينجل، ان هو ده ان هو اللي بيسموه البيلارد بولز، لو انت عملت قعدت تعمل تراكنج مثلا للكور اللي هي بتبقى موجوده هنا دي كده، هو ده بيعتبر هو اكزامبل على اللاجرانجيان ابروش، ان انت بتحدد بارتكل وبتقعد تتريس المسار بتاع الايه، ان انت بتتريس المسار بتاع الايه البارتكل ماشي تمام كده. او ان انا اتريس البوزيشن كده، ان انا اتريس الايه المسار بتاعه، اتريس الايه الفيلوسيتي بتاعته اللي هو السرعه بتاعته. طيب شباب الاوريان بقى شباب، قال لك لا، قال لك ان انا بدل ما انا اتريس البارتكلز، قال لك انا بعمل لا والله انا بحدد كنترول فوليوم بمنتهى البساطه كده، وان انا ده اللي انا يعني بمنتهى البساطه ان انا بحدد كنترول فوليوم، عشان بس ابقى بكتب الكلام معاكم برضو، ان انا ديفاين بيكسل دومين، ده اللي انا ببقى مثبت الاهتمام او الاتنشن بتاعي عليه ماشي، وان انا ده اللي احنا ممكن برضو اقدر اسميه كنترول فوليوم ماشي، وان انا بعمل ايه ان انا بستدي الايه اللي تشينجز ويزن الكنترول فوليوم. يعني انا بدل ما كنت انا في اللاجرانجيان ان انا بتريس البارتكلز، لا انا انا هثبت كنترول فوليوم ماشي، وان انا ادرس التغيرات اللي بتحصل ايه اللي هي بتحصل ويزن الكنترول فوليوم، سواء مثلا ادرس اي بروبرتي مثلا، سواء بريشر فيلوستي اكسلريشن تمبريتشر ماشي، اللي زي ما قلت كده اللي تشينجز دي ان انا ببقى قصدي بيها ايه، ممكن تبقى فيلوستي، ممكن تبقى acceleration، whatever بقى property انا ببص عليها، سواء flow property او flow ايه property ماشي. طيب ده كده يا شباب اللي هو ايه، ده كده هو كان الفرق ما بين الاجرانجل ابروتش والمين ابروتش. طيب حد هيقول لي دلوقتي، طيب باشمهندس احنا في fluid mechanics كناس بندرس fluid mechanics، انا اشتغل، احنا most common ان احنا بنشتغل بايه، ارجع تاني انت مثلا سين انت عندك، ناخدها كده الاول، هنفترض انت هقول لك اللاجرانجيان، طب هل مثلا مثلا سين انا عندي كنترول فوليوم مثلا او سبيسيفيك دومين، هل انا هعرف هيبقى عندي كام بارتكل او كام فلويد اليمنت، هيبقى عندي عدد لا نهائي من البارتكلز، فبالتالي مسؤوليه ان انت تعمل تريسنج للبارتكلز دي كلها موضوع هيبقى تيديوس، موضوع مش هيبقى براكتيكال يعني، على عكس مثلا ان انت في الاوبيدريان الموضوع اسهل، انت دوب بتحدد كنترول فوليوم وبتدرس التغيرات ويزن الايه الكنترول فوليوم، فبالتالي عشان كده هلاقي ان انا عندي اللي هو الاوبيدريان ابروتش، هلاقي ان هو بيبقى موست كومن في الفلويد ميكانكس ماشي، لكن اللي هو اللاجرانجيان ده بيبقى موست كومن في الايه، لو عملت لون احمر بيبقى السوليد ميكانكس. ده من غير ما نخش في تفاصيل، طبعا كان طلب انا بس شرحتها، بس ان هو مش مجرد ان انا اعمل اعاده بس المحاضره، بس عشان هو ايه
انطلب منها، انطلب فيها ايه كذا. ماشي، تعالى بقى دلوقتي كده يا شباب نشوف كده كذا اكزامبل على كذا مثال يعني على حته الفرق ما بين لاجرانجيان واوردريان، لان دي كانت حتى جت في امتحان الميد ترم السنه اللي فاتت، وحتى هي ايه اتطلبت في السكاشن يعني عشان هي ايه تتشرح. طيب دلوقتي بقى يا شباب لو انا جيت حبيت ان انا ابص على ناخد اكزامبلز على الجزئيه اللي هي خاصه باللاجرانجيان اوليرنج اللي ممكن تيجي في دلوقتي، هو شباب الفرق ما بين اللاجرانجيان والاوليرنج بمنتهى البساطه هو اللي هو الكلام اللي هو قدامكم ده، اللي انا واخده من ريفرنس بتاع مينشن برضه، ان هو بمنتهى البساطه بيقول لي لو انا في واحد واقف على واقف في البحر مثلا، او واقف قصاد بحر او نهر مثلا، فهو هو بيقول ايه؟ قال لك ان هو في واحد imagine a person standing beside river measuring its properties. بيقول لي في اللاجرانج ابروتش هو بيعمل ايه؟ لو انا جيت حتى فرقت ما بينهم هنا كده مثلا، قال لك سي لو انا في اللاجرانج ابروتش ان انا هعمل ايه؟ قال لك انا بمنتهى البساطه سي ان انا مثلا لو انا افترضت مثلا ده سنسور مثلا، تمام هكتب عليه كده ان ده سنسور. في اللاجرانجيان بمنتهى البساطة إن أنا هخلي السنسور ده إن هو يقع لتحت، إن هو السنسور ده هيبقى إيه؟ هيبقى موفينج، إن هو ثابت في إيه؟ ثابت مكانه، ده كده اللي هو الإيه؟ اللاجرانجيان. طيب الأوليريان بمنتهى البساطة قال لي إن هو بيقول لي هنا في الأوليريان أبروتش، قال لي ان هو هيثبت البروب ان هو يبقى فيكسد في مكان معين، يعني بمعنى لو نفس برضه الكلام كده انا جيت حطيت هنا وجيت في نقطه معينه جيت مثبت البروب مثلا ان هو السنسور مثلا هنا نقطه معينه هو هيبقى فيكسد، ده كده هو الايه الريزلت. لان هو في اللاجرانجيان هو كان بيتريس البروبرتي تمام ان هو كان بيتحرك، لكن في الاوديرين هو كان ايه كان فيكسد تمام. طيب اكزامبل تاني مثلا حاجه زي دي برضه ممكن اتسال فيها، سي مثلا لو انا جيت قلت لك ان انا عندي ايه حطيتها هنا مثلا، قلت لك ان انا عندي في تشيمني او مدخنه حلو، فجيت قلت لك لا والله انا حاجه واخد بارتكل كده، انا كنت عارف الانيشال بوزيشن بتاعه اللي هو لوكيشن زيرو، واخدت كده زي بارتكل كده لونته بصبغه بلون احمر كده وقعدت اتريس المسار بتاعه تمام. تمام يعني لو انا كتبت لك مثلا ان هو colored مثلا a particle، ان هو البارتكل ده انا هتبع لما انا هلونه هتبع المسار بتاعه، دي واضحه قوي ان هي هتبقى ايه؟ دي كده ان هي هتبقى لاجرانجيان واضحه، بس دي برضه ده اكزامبل من ريفرنس برضه ماشي. طيب شويه مثلا اكزامبلز مثلا تعالى كده ايه انا بس هقسم دول كده ماشي، بحيث برضو ان هي تبقى ايه تبقى واضحه. لو انا شايف جيت مثلا سميت ده رقم واحد وسميت ده رقم اتنين، هو بيقول لي ان انا عندي فيه مجموعتين من الطيور او من البيرتس تمام. قال لي ان هو في مجموعه منهم، قال ان هو بس عايز يشوف اللي هو المعدل اللي هي بتمر باي سيرتن لوكيشن، يعني مثلا سي هو حدد مثلا مكان مثلا وشاف مثلا الطيور دي مثلا هتعدي بمعدل قد ايه، فدي واضحه ان هو طالما قال لي سيرتن لوكيشن يعني هو مثبت لوكيشن معين وبيشوف اللي هي البيرز بتعدي بمعدل قد ايه، يبقى ده كده واضح ان هو ده كده هيبقى ايه؟ هو هيبقى اويلري. طيب جه قال لي ان هو في واحده في مجموعه تانيه من البيرز ان هو بيعمل ايه؟ قال والله بمنتهى البساطه ان هو هيعمل تاجنج، ان هو هيركب فيها زي ترانزميتر او سنسور ان هو يشوف ان هو يفولو زير موشن او ان هو يتبع المسار بتاعهم، يبقى دي بمنتهى البساطه هتبقى ايه؟ كده لاجرانجيان ماشي. طيب ده كده يعني هو يعني هو حتى اي نعم هو ركب في كل واحده من دول ركب سنسور بس، او في المجموعه الثانيه ركب سنسور نفس الطيور بس واحده حققت لي او كانت بتكافئ اوليرين ابروتش، واحده بتكافئ ايه لاجرانجيان ايه ابروتش. طيب جه قال لي بعديها في اكزامبل رقم ثلاثه قال لي والله اوشنوجرافيك ميجرمنت اوبتيند فروم ديفايسز ذات فلو ويز ذا اوشن كارنت، يعني هو بيتتبع اللي هي التيارات بتاعة المحيط، يبقى ده هيبقى ايه؟ ده هيبقى لاجرانجي. ده بس ايه لاجرانجي؟ ماشي؟ بعدين قال لي برضو اكزامبل تاني، قال لك في حالة مثلا لو في مثلا سي جي قلت لك ان انا عندي في عيان بتعمل واحد بيعمل اشعة اكس راي او اشعة مقطعية يعني، فانت بتعمل ايه؟ انت بتدي المريض صبغة
طب دي الاراد بتاعها قال لك ان هو يتريس البلاد فلو في الشرايين او في الارتريس، يبقى ده هيبقى ايه؟ ده برضو هيبقى لاكتش. ماشي، ده كده يا شباب بمنتهى الايه، بمنتهى البساطه الايه، اكزامبلز على الايه الجرانيان والايه. ماشي يا شباب، ده كده شباب كان الجزء الاولاني ان هو شرح ايه خاص باللاجرانج والاوردرين كايه، كاكزامبلز ايه، كاكزامبلز ايه. ماشي، طب تعالوا بقى ايه في ان شاء الله في الجزء الجاي نبدا بقى نتكلم بقى عن الفيلوسيتي والايه، نتكلم على الفيلوسيتي والاكسبريشن.